معناها فو شافاني ماري، فو شافاني ماري سندروم. الحالات دي بيبقى فيها باي اوبركولار انفاركشن، زي ما هو واضح في هذه الصورة عندي باي اوبركولار انفاركشن. الحالات دي بيكون فيها السوالوينج بيكون امبيرد فور لونج ديوريشن، والديفلوبمنت اوف امبروفمنت اوف سوالوينج بيبقى نادر جدا. ففي الحالات دي بضطر استخدم البيركوتينوس جاستروستومي اندوسكوبيك جاستروستومي تيوب، او في بعض حالات اللاترال ميدلري سيندروم ما يبقى معاها الريكفري اوف سوالوينج فيري بور، ريكفري اوف سوالوينج فيري بور.